بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد وحصاد الأهلي. صراحة حابب أبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة، وهو أني بتلاقي كلام في هذه الفترة، فترة الانتخابات، الشائعات بتكتر، والشائعات بتكتر كلها اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة. إيه المصلحة؟ ما تفهمش. هل هي ده وقته؟ هل ينفع أن يقال هذه الأمور على النادي الأهلي في هذا التوقيت؟ ما هو المردود انك تطلع اشاعات في هذا التوقيت بهذا الشكل على كيان النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، حاصل على بطولتي الدوري والكاس الموسم الماضي، نادي ماشي في طريق صحيح جدا. مش عشان في انتخابات ده معناه ان كل شويه هنلاقي مشاكل. طيب ايه هي المشاكل؟ فجاه تسمع ان في حجز على النادي الاهلي بسبب قناه، وتسمع عن موضوع قناه النادي الاهلي ويبتدي يتداول على الرغم من ان بيطلع الرد القانوني. طيب فجاه تلاقي شركه توريد الملابس للنادي الاهلي يطلع عليها في حكم، والموضوع صدر وكذا وكذا وكذا. طب ليه في هذا التوقيت؟ طبعا موضوع شركة الملابس اللي بتورد الملابس للنادي الأهلي لا أساس لهم الصحة، ودي التنفيذي الست اللي هو شين شمس في تصريحاته وتصريح شخصي ليا قال ما في أي حاجة من الكلام ده خالص. موضوع مسك محامي النادي الأهلي لسه فيه كلام، وماشيين في الطعون، والموضوع ماشي في إجراءاته القانونية. إذا النادي الأهلي عشان ماشي كويس بغض النظر عن اي واحد انتماءاته الانتخابيه بيبتدي يروجوا اشاعات، الاشاعات دي بتاثر؟ بتاثر. للاسف هتاثر، مش هتاثر على الانتخابات، لان اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي اذكى واقوى من كده. لان اعضاء الجمعيه في النادي الاهلي ولاد النادي الاهلي عارفين قيمه مهندس محمود طاهر وقيمه كابتن محمود الخطيب، وكل واحد شايف البرنامج المناسب ليه هيروح يدي صوته. ولكن اللي بيطلع الاشاعات مش عشان الانتخابات، مش عشان ياثر في نتيجه الانتخابات، هو عايز ياثر في النادي الاهلي نفسه، في الكيان. واللي بيحب النادي الاهلي بيحط الكيان، بيحط الاهلي فوق الجميع، فوق كل شيء، سواء من اي جبهه في الانتخابات. فاللي بيطلع اشاعات دلوقتي ما هياش شائعات، هو بس واخد وقت الانتخابات فرصه. تلاقي مذيع يبتدي يتكلم لك على، يقول لك بص نادي المبادئ بقى عامل ازاي، وازاي بيعملوا بعض في هذا الكلام وكذا وكذا، وابتدي يتكلم على اصابات لعيبه وهو ما بيفهمش في اصابات الملاعب، ابتدي يتكلم لك على طرق لعب، ابتدي يعمل لك تقرير فرحه جمهور منافس بعد خروج النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا، مش لاقي حاجه يقولها، او مش فاهم في الحاجه اللي بيقولها، او مش عايز يفهم، او عايز يتشاف بس، وشايف ان دلوقتي فتره الانتخابات فالدنيا رايحه وجايه، فبس تعالى بقى اشتغل على النادي الاهلي، هو النادي الاهلي اللي هنضرب فيه. ولكن للاسف بيصدم ان كل ما بيعمل كده، اولا كل ما بيبان ان هو ما عندوش فكره، ودي كلنا خلاص شيء متفق عليه، زائد ان بيبان ان هو عنده مشكله مع النادي الاهلي. هو مش عنده مشكله مع مين اللي هو النادي الاهلي، وعنده مشكله مع الموضوع نفسه. النادي الاهلي حرقه شويه لانه بيكسب ما شاء الله مؤسسه منظمه، ودي في بعض الاوقات احنا عمرنا هنا ما جبنا سيره اي منافس باي شكل من السوق، بل بالعكس كل الاحترام والتقدير لكل المنافسين، وما بندخلش نفسينا في ان احنا نفضل ننتقد بشكل سيء، بل بالعكس لما يبقى في ناس ماشيه بشكل كويس بنقول الناس دي ماشيه بالشكل ده بطريقه كويسه. ولكن احنا بنحاول نقدم لك طريقة إعلامية حديثة، طريقة إعلامية محترمة أنت نفسك كمشاهد تحترمها، لأن أنت دلوقتي كل الناس على المستوى اللي بيتفرجوا على الكورة في كل الأماكن، من متابعي قناة النادي الأهلي أو محبي النادي الأهلي كتير بسم الله ما شاء الله. فأنت هتلاقي حد ناس بتتابعك في دول تانية، في قارات تانية، وتلاقي ناس تبعك طبعا في جمهورية مصر العربية. كل فاهم وبقى واعي وبقى بيعرف يميز مين اللي بيتكلم صح، ومين اللي بيطلع يتكلم وخلاص، ومين اللي بيحاول يفتح الازمه عشان يتشاف. وللاسف في ناس مفلسه اعلاميا، فما بتلاقيش غير انها تعمل كده عشان تتشاف، ما عندهمش حاجه تانية، فاضيين ومفلسين،
وما عندهمش فكره. الكلمه ديت هفضل مركز عليها، ما عندوش فكره انه ولا مذاكر ولا متابع ولا بيحاول يوصل للمعلومه الصح. لان اللي بيتعب عشان يعمل معلومه صح هو ده السبب اللي بيخلي واحد يقعد على كرسي قدام كاميرا عشان اقدم لك معلومه، لان انت لو قعدت تتفرج عليا ما خدتش مني معلومه يبقى انا ما انت مش منتظر مني ان انا اجيب لك الجمهور فلاني فرحان عشان فريق من مصر طلع من بطوله دوري ابطال افريقيا. انت مش منتظر مني كده، مش فارقه معاك اصلا. انت منتظر مني ان انا اجيب لك كشف عن كل ما يحدث في الرياضه، ادي لك حاجه معلومه رياضيه، النادي ده كسب كم مره، عنده ايه احداث النادي الاهلي. ده بالنسبه بقى لمحبي قناه النادي الاهلي. الناس الثانيه بيتابعوا كل اخبار بقيه الانديه، واحنا هنا كمان بنجيب اخبار باقي الانديه ولكن بشكل محترم وبشكل ايجابي بشكل منظم وبدون الخروج عن النص، عشان احنا بنحترمك قبل ما نحترم اي حد. احنا بنحترمك كمشاهد، بنحترم عقليتك، بنحترم ثقافتك. انت دلوقتي بقيت واعي، بقيت بتعرف تميز. فالاشاعات اللي طالعه دلوقتي طالعه للنادي الاهلي، مش طالعه عشان الانتخابات. هم واخدين فتره الانتخابات فرصه ان دلوقتي في ناس في جبهه وفي ناس في جبهه وفي ناس في جبهه وفي ناس في جبهه، فيبتدي يشق على النص ويبتدي يقول زي ما هو عايز، مفيش حد بيحاسب. لكن لا، احنا هنا صاحيين كويس قوي والدنيا باينه للكل ان كل هذه الاشاعات لا اساس لها من الصح. نخش بقى في الكلام اللي حضراتكم مستنيينه. النادي الاهلي يبدا حمله الدفاع عن لقبه الغالي، لقب كاس مصر. النادي الاهلي اكثر الانديه حصولا على بطوله كاس مصر 36 مره. النادي الاهلي اختتم استعداداته اليوم لمواجهه تليفونات بني سويف في مواجهات الدور 32 لبطوله كاس مصر غدا على ملعب بترو سبورت. النادي الاهلي النهارده تمرينه كابتن طبعا حسام البدري موجود في كندا لظروفه الاسريه، ولكن بيتابع بشكل قوي كل الامور الفنيه مع الجهاز الفني، كابتن احمد ايوب وكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن احمد ايوب المدرب العام، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا كابتن سيد معوض وكابتن طارق سليمان والكابتن انيس الشعلالي والكابتن ابو العيله. وانا هجيب كل الناس في الجهاز الفني للنادي الاهلي يعمل بمنظومه احترافيه وهفضل اكررها كل يوم. النهارده تمرين النادي الاهلي كان فيها بعض الجوانب، بانت فيها بعض الملامح لمن سيبدا غدا، لان الكل حتى في وسائل الاعلام يقول لك الاهلي يبدا بلا دفاع، الاهلي يبدا بمشاكل بطوله كاس مصر، على الرغم من النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عنده لعيبه كتير وكلهم نجوم وكلهم جاهزين لاي مباراه من المباريات. حتى النادي الاهلي جاهز انه يلعب باي فرقه من قطاع الناشئين في اي مسابقه وحدثت قبل كده كتير. النهارده في تمرينه اليوم كابتن احمد ايوب في شغله مع الفريق كان التمرين اتقسمت لثلاث او اربع فترات. الفتره الاولانيه فتره الاحماء، كابتن انيس الشعلالي كان ليه دور مهم جدا في بعض بوادر الخير، بوادر الخير في عوده المصابين سريعا. هتكلم مع حضراتكم على مروان محسن بيأدي تدريبات بشكل كويس جدا وبيعود يوم بعد يوم الى لياقته، الى استعادته مره ثانيه، الى حساسيه الملعب، حساسيته مع الكوره، وجوده مع زمايله بياخد فترات معينه داخل التمرين مع الفرق مع الفريق والتدريبات الجماعيه غير التدريبات المنفرده اللي بيعملها. نفس الشيء بالنسبه لصالح جمعه وايضا حسام عاشور اللي هيبتدوا تمريناتهم الجماعيه مكتمله يوم السبت باذن الله. وكان حسام عاشور وصالح جمعه شاركوا في بعض من جزء كبير جدا من التقسيمه اللي اجريت، وكانوا مستواهم مبشر في حاجات في العديد من الجوانب. الجانب الاخر كان في تعليمات فنيه على التسديد وتالق فيها العديد من لعيبه النادي الاهلي ابرزهم متعب واللاعب وليد سليمان، حسين السيد، محمد هاني، كل اللعيبه حمودي، عمرو بركات. صراحه النهارده كان بيسدد بشكل مميز جدا داخل تمرينات النادي الاهلي وبانت بعض الملامح الفنيه. وطبعا في حراسه المرمى كان كل الحراس بيأدوا بشكل مميز جدا، ولكن هقول لحضراتكم ان احمد الشناوي هيكون حارس النادي الاهلي. قد يكون محمد الشناوي هو هيكون حارس النادي الاهلي، قد يكون وجود ايمن اشرف في قلب الدفاع ده شيء اساسي، قد يكون محمد هاني ممكن يلعب مساك جنبه، ممكن يبقى عبد الله الشامي اللي دخل القائمه لاول مره منذ قدومه النادي الاهلي ياخد الفرصه،
ايضا في الجبهه اليمنى لو في حاله دخول محمد هاني كقلب دفاع هيلعب باسم ناحيه الثانيه وجود حسين السيد بشكل كبير جدا وارد ان هو يبدا المباراه. خط الوسط هيبقى السوليه وهشام محمد، وفي الامام وارد احمد حمودي، وارد وليد سليمان، وارد عماد متعب كقلب هجوم، وارد اجاييه، ومن المحتمل ممكن نادي الاهلي يلعب براسي حربه بوجود متعب وازارو. ده شيء وارد جدا انه يحدث لان الاثنين كانوا متالقين في تمرينه اليوم اللي اشتملت فيها التقسيمه، وبرده كان فيه بعض الحاجات الجوانب الخططيه الخفيفه لان التمرين اللي قبل الماتش بيبقى خلاص التمرينه الاساسيه اللي بيتحط فيها التكتيك قبليها بيوم، واخر تمرينه بيبقى فيها التركيز على الضربات الثابته وبعض الجوانب الخططيه، وده ابرز ما جاء في تمرين اليوم. ايضا عايز اقول لحضراتكم ان اسلام محارب شارك بشكل مميز، غاب عن التمرين ميدو جابر لشعوره بالاصابه، وايضا كريم ندرك جاله اصابه في العضله الخلفيه وما كملش تمرين مكتمل، وده ابرز ما جاء في تمرين النادي الاهلي. اكرم توفيق بيتم تجهيزه بشكل كبير جدا بحيث انه يكون قادر على التواجد مع فريق النادي الاهلي في المرحله المقبله، لان النادي الاهلي في اي بطوله بيخشها بيبقى دائما بيلعب على اللقب، لقب كاس مصر من البطولات اللي كانت بعيده على النادي الاهلي لعشر سنين متتاليه ولكن عادت بفضل الله في الموسم الماضي. خلينا اقول لحضراتكم قائمه ال 18 اللي ضمها كابتن احمد ايوب وايضا كابتن حسام البدري، حارس محمد طارق من فريق 99، وايضا وجود محمد الشناوي، احمد عادل، عبد المنعم، باسم علي، محمد هاني، عبد الله الشامي، المهم اشرف، حسين السيد، صابر رحيل، عمرو السوليه، هشام محمد، وليد سليمان، احمد حمدي، احمد حمودي، واحمد الشيخ، عمرو بركات، اسلام محارب، وعماد متعب، وجونيور اجاييه، احمد ياسر ريان، ووليد ازارو. و هفكر حضراتكم ان بيغيب عن لقاء النادي الاهلي تلفنات بن سويف اللعيبه الدوليين شريف اكرامي واحمد فتحي، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، رامي ربيعه، سعاد سمير، وايضا وجود علي معلول مع منتخب تونس، بالاضافه الى اللاعب الجنوب افريقي فاكاماني اللي بيشارك مع منتخبه، وزي ما قلت لحضراتكم مروان محسن، حسام عاشور، صالح جمعه، اكرم توفيق، ومحمد نجيب، وكريم ندرد، وميدو جابر بيغيبوا بسبب بداعي الاصابه. خلينا اذكر كده حضراتكم سريعا ان بدايه واجهات الاهلي وتليفونات بن سويف كان بدايتها في 2006، وتفوق النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه احمد حسن الصقر، كان في دور 32 ايضا في كاس مصر، وكان في من المفترض ان يكون في مواجهه في 2012 ولكن الدوري اتلغى. الاسبوع الرابع في بطوله 2013 النادي الاهلي واجه تليفونات بن سويف فاز بهدفين مقابل لا شيء، كان احرزهم احمد شديد قناوي والسيد حمدي. وفي الاسبوع ال 13 في نفس العام فاز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، كان احمد شديد قناوي واحمد شكري، وشديد قناوي كان حظه عالي جدا على تليفونات بني سويف. نروح من نادي الاهلي واخر استعداداته لمواجهه كاس مصر ونروح للنتائج الدور 32، استمرت المفاجات وده اللي حذر منه كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي اللي هيكون بالقيادة الفنية، ان في مفاجآت في كأس مصر واحنا هنحاول ان احنا نكون مستعدين للبعد عن المفاجآت. افكر حضراتكم بنتائج اليوم، طنطا يسقط امام حرس الحدود، كابتن سامي قمصان ما شاء الله عامل شغل كويس جدا بهدفين مقابل لا شيء، اسلام عادل في الدقيقة 24 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 74، ومصر المقصة والمريخ، والمقصة تعادل 1-1 واتجه الى الوقت الاضافي، وفي الوقت الاضافي حسم الامور وكان في حالتين طرد، حاله هنا وحاله هنا، حسين الشحات في الدقيقه 19 وعماد فتحي في الدقيقه 120 يعني قبل ما ينتهي الشوط الاضافي، وايضا حسين الشحات مره اخرى، حسين الشحات ما شاء الله ماشي بشكل كويس وبيسجل اهداف، وكان في المريخ احرز له هشام البطوط، والزمالك واجه المنيا وكسب بهدف مقابل لا شيء، ايوه هدف مقابل لا شيء بس، لان ماتشات الكاس مختلفه، فرق اللي بتبقى طالعه من الدرجه الاولى بتلعب فرق الممتاز بيبقى ما عندهاش حاجه تخسرها، بالنسبه لها الامور متاحه في كل شيء، ان انا عندي فرصه ان انا اظهر، عندي فرصه ان انا ادي بشكل كويس، عندي فرصه ان انا ابعد بمشواري في البطوله. لو حضراتكم تتذكروا ان اولين العرب كسب بطوله كاس مصر في احد السنوات وكان جاي من الدرجه الاولى.
دي ابرز نتائج اليوم. بكره ان شاء الله الاسماعيلي هيلعب الشرقيه وسموحه هيلعب الاولمبي والنادي الاهلي هيلعب تليفونات بن سويف في تمام الساعه 8 مساء باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله وبدايه كاس مصر من اكثر البطولات المفضله الى النادي الاهلي. اروح من النادي الاهلي هروح بحضراتكم الى اخبار المنتخب. منتخب مصر بيواصل استعداده لمباراه غانا في الجوله الاخيره يوم الاحد المقبل باذن الله. والنهارده الفريق اتدرب في استاد القاهره الساعه 5 ومران المساء الاخير. فاكرين بقى كلام استاد القاهره وتبتدوا بقى تتعودوا على استاد القاهره واستاد القاهره ونرجع مره ثانيه لحلاوه زمان وذكريات زمان مع هذا الملعب الجميل اللي الكل بيحبه، كل الناس بتحب استاد القاهره عشان تبقوا عارفين. ولكن تليفونات بني سويف اصروا على ان اللقاء غدا يبقى في تترو سبورت لان تترو سبورت ملعب اضيق، فبالنسبه للفرقه بتلعب بطريقه دفاعيه من الممكن ان هم يسببوا بعض المشاكل. ولكن النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم كل طريقه تركيزه في التمرين في الفتره الماضيه انه يلعب ازاي انه يفك الدفاعات في المساحات الضيقه. خلينا اقول ارجع لحضراتكم لمنتخب مصر. هيتدرب الفريق في 9 صباح اليوم الجمعه وهيتوجه لمطار القاهره عشان يروح كيب كوست في غانا اللي هتستضيف المباراه يوم الاحد المقبل. الحمد لله ان احنا حسمنا التاهل قبل ما نروح لمواجهه غانا، وكان الجهاز الفني رفع درجات الاستعداد. عنده مهام كثيره جدا مستر كوبر في هذا اللقاء. اولا انه يكمل مسيره يثبت احقيته بالتاهل، ما عندوش اي ضغوط، خلاص رايح لمنتخب غانا. غانا منتخب مصر بقى يعني تفوق عليها في بدايه التصفيات بهدفين مقابل لا شيء هنا في برج العرب، وكان تفوق عليها ايضا في كاس الامم الافريقيه، فالمباراه بالنسبه لهم سائريه لحد كبير. منتخب غانا فيه النجوم عايزين يثبتوا نفسهم امام شعبهم، وبنفس الوقت منتخب مصر عايز يثبت جدارته بالتاهل. مستر كوبر هيلعب من غير صلاح، ممكن تشوفوا جه مكان بديله لمكان صلاح في تشكيله المنتخب امام فريق غانا. كل ده شيء وارد جدا جدا في ذهن المدير الفني القدير الارجنتيني هيكتور كوبر. خلينا نروح برضو لمواجهه تونس وليبيا، وفي مفاجاه ان معلول جاهز لمواجهه ليبيا. علي معلول لاعب النادي الاهلي المنتخب التونسي، في تقارير بتقول صحيفه الصريح التونسيه ان معلول قد يكون ضمن التشكيله الاساسيه لمنتخبها الوطني امام ليبيا. وحسب مصدر للصحيفه ان اللاعب شارك في المران للمجموعه، ومن الممكن انه يشارك امام منتخب ليبيا. تونس عايزه نقطه واحده بس، فوز او التعادل، واشقاء ليبيا وليبيا وتونس يعني كل العرب اشقاء. ليبيا يعني تونس عايزه نقطه واحده بس، الفوز او التعادل، ومنتخب ليبيا ما عندوش اي حظوظ وده ما عندوش اي شيء يخسره. وده زي ما كان مواجهه مصر امام الكونغو، الفرق اللي جايه لك ما عندهاش حاجه تخسرها، بتبقى ما عندهاش ضغوط، فمن الوارد انها ممكن تكون الى حد ما تعمل لك مشاكل في المباراه. خلينا نكمل مع حضراتكم واخبار تصفيات المونديال وصلاح وحجازي في تشكيل المثالي لتصفيات المونديال. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن تشكيل المثالي لتصفيات افريقيا المؤهله لبطوله كاس العالم 2018 في روسيا، وشهدت التشكيله وجود الثنائي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، واحمد حجازي وست بروميش ألبيوم الانجليزي، وايضا اللاعب علي معلول نجم النادي الاهلي والظهير الايسر لمنتخب تونس. وده من لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، ووجود اللاعب يوسف المساكني من تونس. وخلينا اقول لحضراتكم التشكيله، دينيس اونيانجو في حراسه المرمى حارس اوغندا، وكان صراحه حارس على اعلى مستوى. علي معلول وليون بالجون، علي معلول تونس، ليون بالجون من نيجيريا، حجازي من مصر، وسيرجي اوريه من كوتيفوار، ده الظهير الايمن الان لفريق توتنهام، ويوسف المساكني من تونس، ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول وبيلعب في منتخب السنغال، فيكتور موزيس زميل صلاح السابق في تشيلسي ولسه بيلعب في تشيلسي، ومبارك بوسوفا من المغرب، والهجوم خالد بوطيب من المغرب ومحمد صلاح من مصر. وكان الواحد ممكن يتوقع وجود طه الخميسي لاعب الترجي ومنتخب تونس، كان برضه متألق مع فرقته ومنتخب تونس. ده ابرز ما جاء في الامور في تصفيات كاس العالم بالنسبه لقاره افريقيا. نروح لقاره اوروبا.
قاره اوروبا. النهارده اقيمت واحده من اقوى المواجهات، كرواتيا امام اليونان، ولكن المنتخب الكرواتي بقوته الضاربه تفوق على اليونان باربع اهداف مقابل هدف. خلينا اقول لحضراتكم ايضا ان منتخب ايرلندا الشماليه سقط امام سويسرا بهدف مقابل لا شيء، ولكن نروح لمواجهه كرواتيا البدايه. لوكا مودريتش احرز هدف من ضربه جزاء في الدقيقه 13، ثم اللاعب نيكولا كالينيتش في الدقيقه 19 نجم نادي ميلان وكان بيلعب في فيورنتينا، ثم ايفان بيريزيتش نجم نادي الانتر احرز في الدقيقه 33 قبل ان يحرز كارماريتش لاعب نادي اوفنهايم الالماني في الدقيقه 49 الرباعيه، وكان مدافع بروسيا دورتموند ومنتخب اليونان سقراطس باستابولوس، طبعا هو الاسامي اليونانيه صعبه شويه ولكن الحمد لله ان الواحد عرف ينطقها، في الدقيقه 30 كان احرز هدف لليونان. وكده في مواجهه ثانيه في الاياب هتكون في اليونان، ولكن الامور صعبه على المنتخب اليوناني. نروح ل ماتش بقى سويسرا وايرلندا. بفكر حضراتكم بالنتيجه بهدف مقابل لا شيء، وسويسرا كده برضو حطت قدم لانها تلعب ماتش الاياب على ارضها، وامام حضراتكم كان لقاء الكرواتيا واليونان. غدا ماتش في منتهى القوه في تصفيات الملحق للمونديال، السويد وايطاليا. السويد من افضل الفرق اللي موجوده في قاره اوروبا صراحه. المدير الفني جاني اندرسون عمل مفاجاه كبيره جدا بوجود السويد، كانت متواجده في مجموعه فيها فرنسا واستطاعت انها توصل للملحق. السويد ما عندهاش نجم زي ابراهيموفيتش كل الناس عارفاه، ما عندهاش نجم اوحد، ما عندهاش ظواهر، ولكن هم كتيم من افضل الفرق اللي بتلعب كوره في اوروبا. عندهم اللاعب دورماز لاعب نادي تولوز، واللاعب فورسبورغ لاعب نادي لايبسك الالماني، دول من ابرز اللعيبه. انا بقول لحضراتكم كده بس دول حتى من مش هقول لك انصاف نجوم، ولكن مش من نجوم الشباك الاول في اوروبا، ولكن كفريق متكامل هيسبب متاعب كبيره جدا للمنتخب الايطالي اللي بعيد تماما عن ايطاليا اللي انت تعرفها. المدير الفني بيرو فنتورا، واحد كان بيدرب جينوا ثم الان بيدرب المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي ما عندوش لعيبه زي زمان تصنع الفارق، ما فيش واحد في الدفاع زي مالديني ولا نيستا ولا كانافارو، ما فيش واحد في خط الوسط زي بيرلو، ما فيش حد في خط الهجوم زي ديل بيورو وتوتي وانزاجي، النجوم وفياري، الناس اللي انت متعود عليهم بقيمه منتخب ايطاليا. المنتخب الايطالي الان في عديد من الوجوه الشابه، ماركو فيراتي موجود في، ولكن في المجمل مش هو ده منتخب ايطاليا العشاق المنتخب الايطالي. فوجود بوفون في حراسة المرمى بيدي تقل لكافة المنتخب الإيطالي، ولكن أنا بقول لحضراتكم هيواجه صعوبات كبيرة جدا أمام المنتخب السويدي، وحتى لو لعب بطريقة الكاتاناتشو الإيطالية، لأن في لقاء آخر هيكون في إيطاليا. أيضا يوم السبت في الدنمارك وإيرلندا، ده هيبقى ماتش صعب جدا جدا، ولقاءات الإياب هتكون يوم الأحد 12 نوفمبر القادم. سويسرا وإيرلندا واليونان وكرواتيا هتبتدي المواجهة، وإيطاليا والسويد هيواجهوا بعض يوم الاثنين المقبل بإذن الله. ده كان آخر أخباري النهاردة مع حضراتكم، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.